إذا للمزيد ينضم إلي من مارسي مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، إذا أرحب بك، ضعنا في تفاصيل أكثر حول تصريحات إيمانويل ماكرون حول الطرح الأمريكي الأخير. فيروز، بعد التحية، لعل هذه التويتة التي غرد بها إيمانويل ماكرون تخرجه من هذا المأزق الذي لا طالما تم انتقاده تارة من الأحزاب اليسارية في البرلمان الفرنسي وتارة أخرى من الفيدراليات العمالية والشبابية في الشارع الفرنسي، وبصفة خاصة أن القرار الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يكن واضحا من قبل الرئيس الفرنسي. ظهر هذا جليا من خلال تصريحات سابقة لوزير الخارجية ستيفان سوشورني، وأيضا من قبل الرئيس الفرنسي نفسه في زيارته الأخيرة إلى برلين، مما جعل الرئيس الفرنسي يقوم بالاتصال أول أمس بنظيره الفلسطيني، يعني راهنا الاعتراف بعملية إصلاح في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة كشرط مسبق للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت التصريحات كلها بتؤكد على أن الرئيس الفرنسي يحاول بصورة أو بأخرى وضع الكرة في الملعب السلطة الفلسطينية، وذلك من أجل القيام بالضغط على السلطة الفلسطينية للإشراف على غزة. تأتي هذه العملية وهذه التويتة لتؤكد بالتأكيد على أن كتب باللغة العربية، على فكرة باللغة الفرنسية وباللغة العربية، من 5 دقائق تقريبا: الحرب في غزة يجب أن تنتهي، ونحن نؤيد الاتفاق الشامل الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما نعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل السلام والأمن للجميع، إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار، للعمل من أجل السلام والمضي قدما في حل الدولتين. هذا هو ما غرد به الرئيس الفرنسي، وكأنه يعني طوق نجاة ينقذ الحكومة الفرنسية التي في مأزق قبل أسبوع من انطلاق العملية الانتخابية، انتخابات البرلمان الأوروبي الذي تتصدر فيه اليمين المتطرف بقيادة جوردان بلدلا استطلاعات الرأي. من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.